بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معكم اليوم العاشر إن شاء الله في وحدة الموائع. سنتعرف من خلالها على مفهوم المائع وخصائص المائع أيضا، ونتعرف على أنواع الموائع وما هي القوانين التي ستطبق في هذه الوحدة على الموائع، على كل نوع من أنواع هذه الموائع، والعديد من المعلومات إن شاء الله اللي راح نتعرف عليها في هذه الوحدة. نطلع هون على الشكل الموجود عندنا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن آياته الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الله سبحانه وتعالى آية من آياته وجود السفن والبواخر في البحار. وقد تحدثنا في السابق أن الفيزياء بشكل عام، الفيزياء هي قوانين الله سبحانه وتعالى في الطبيعة. هذه القوانين نحن البشر ندرسها ونسخرها في خدمة الإنسان. من هذا المنظور بدأت دراسة الطبيعة، ومن هذه الأمور الواجب دراستها هي الموائع، لما فيها من تطبيقات عملية ويومية تمر في حياتنا اليومية بشكل كبير وشكل واسع. نلاحظ أن السفن والبواخر بشكل عام تنقل آلاف الأطنان، ومع ذلك هي تطفو فوق سطح البحار والمحيطات وفوق الماء بشكل عام ولا تغرق، بينما المواد المصنوعة من الفلز أو الحديد اللي هي المصنوع منها هذه البواخر، لو وضعنا قطعة من الحديد ما في هذا الماء لا تطفو، لن تطفو، سوف تغرق. فلماذا تطفو السفن والبواخر؟ ما هي خصائص التي تجعل السفن والبواخر تطفو؟ إن شاء الله هذا ما سوف ندرسه في اليوم إن شاء الله في خصائص الموائع. كما نعلم يا عاشر أن المواد في الطبيعة توجد بثلاث حالات، هي السائلة والغازية وأيضا الصلبة. السائلة والغازية تتميزان بخصائص عن الصلبة، فمثلا تتميز السائل والصلبة بخاصية الجريان أي الانسياب الحركة، كما يتغير شكلها إذا أثرت عليها قوة خارجية. عفوا، هون الحالة السائلة والغازية تتميز بخاصية الجريان والانسياب، وأيضا يتغير شكلها إذا أثرت عليها قوة خارجية. السبب أن قوة التماسك بين جزيئاتها يكون ضعيفة، بينما في المواد الصلبة الجزيئات تكون قوة التماسك بينها قوية جدا، مش بس قوية، السائلة بتكون ضعيفة، الغازات تكاد تكون معدومة، بينما قوة التماسك بين المواد الصلبة قوية جدا، مما يمنعها من الجريان أو تغير شكلها، طبعا عند التأثير عليها بقوة خارجية. والآن إذا ما المقصود بالموائع، وهو عنوان الوحدة اللي راح ندرسها إن شاء الله فيها في الأيام القادمة في الحصص القادمة، هي المواد التي تتصف بخاصيتي الجريان والانسياب، أي هي اسم يطلق على المادة الحالتين السائلة والغازية. إذا اسم يطلق على المواد في الحالتين السائلة والغازية، بقدر أطلق عليهم اسم الموائع. المواعي لها تطبيقات عملية عديدة زي ما حكينا قبل شوي في حياتنا اليومية، تتطلب منا دراسة هذه المواعي، فمنها تحليق الطائرات والمناطيد في الهواء، أيضا طفو السفن والبواخر على سطح الماء وجريان الدم في الأوردة والشرايين. كل هذه تطبيقات، وأيضا العديد من التطبيقات الأخرى غير هذه التطبيقات في حياتنا اليومية على الموائع، هذا الشيء الذي يتطلب منا دراسة هذه الموائع. أيضا هناك العديد من العلوم التي تدرس الموائع، ليس فقط الفيزياء، ففي علم الأحياء، الأرصدة الجوية، التخصصات الطبية بشتى أنواعها، التخصصات الهندسية، كل هذه العلوم وغيرها أيضا من العلوم التي تدرس حركة الموائع، لما لها أهمية كبرى في دراسة هذه العلوم. الموائع نوعين، إما موائع ساكنة أو موائع متحركة. الموائع الساكنة في أثناء دراستنا إن شاء الله راح نطبق عليها قاعدة أرخميدس،
بينما المواعي المتحركة راح نطبق عليها معادلة الاستمرارية مبدأ برنولي وفينتوري. في النهاية لازم احنا نذكر ايضا خصائص المائع المتحرك. طبعا هون المائع المتحرك راح نذكر خصائصه، وهذه الخصائص هي خصائص مائع مثالي. المائع المثالي يعني انه احنا راح نحمل بعض الخصائص الواقعية الموجودة، يعني بقدر ان اهملها حتى اقدر اطبق القوانين على هذه المواقع. مثل انا غير قابلة للانضغاط، اي ان اذا اثرت على قوة خارجية لا يتغير حجمها وبالتالي كثافتها دائما ثابت. ايضا هي عديمة اللزوجة، لا يوجد احتكاك بين طبقاتها اثناء الجريان، وجريانها منتظم، يعني اذا كان في عنا حركة للماء فانه عند النقطة هاي راح تضلها سرعة الماء عند هاي النقطة ثابتة مع الزمن. وأيضا هذا الخط اللي تحركت فيه هاي النقطة بدي أسميه خط الانسياب. راح ندرس هاي الأشياء كلها إن شاء الله بالتفاصيل في الحصص القادمة. وأيضا جريانه غير دوران، ليس له عزم دوران، جريانه غير دوراني، لا يوجد فيه دوامات. هذه جميعها هي خصائص المائع المثالي اللي راح نطبق عليه القوانين والأشياء راح ندرسها إن شاء الله في الحصص القادمة. هذه هي عبارة عن مقدمة عن الموائع. سنبدأ إن شاء الله بالحصة القادمة بدراسة ضغط المائع. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.